هل ترغب في أن تكون جنديا ولكنك لا تستطيع أن ترمي القنابل؟ إذن فقد جئت للمكان الصحيح، فمع نخبة من أقوى جنود الوطن العربي ستتعلم الأساسيات في دقائق معك. انتوا كلكم لابسين صنادل يا شباب؟ لا لا لابس بوت. احنا مستعدين للحرب يا جدع. انت جاي الشط. فكيت صديق كامل يا شباب، راحت على امكم. وانا كمان. مين فك يا اخي؟ عارف اللي مره دلوع كذا يفك صدرك يوي. وسام انت قدامي صح؟ اتوقع وسام بيعمل دابو يفتح الصندوق. شباب مين يبغى ياكل اول قنبلة؟ اللي فاتح الصندوق زيك. لا 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 يا عرب نفسي. لا 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 حراك بالتحر. لا يسرك. لا 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 لا. سلام شباب. الله يا رجل. الله يرحمك يا اخوي. اذا كذا يبدو اني راح اخليكم لين تسوون سوسايد كلكم وفوز. انا خلاص كذا. هز القنبله، ما يحتاج. خاف تنفك. مو هي هنا الفكره. لا تنفك القنبله تطيح عليا. اوكي. لا ما عليك. يا ارمي 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 القنبله ارمي القنبله. سيب. بالله مين ذا يا عيال؟ مين ذا اليميني؟ تركي. يا شباب يلا يا شباب اسمع هذه المره ما نذبح نفسنا. اوكي كل واحد اللي ذبح نفسه. يوسف وبستي. بستي شوف، انت اللي على يساري، انت اللي على يسارك وانا اللي على يميني. بستي لا 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 في قبل لا يوسف. شوف الحمد لله الحمد لله. هذا كانت دعاء. شلون؟ ليش؟ شوفوا ربي عندي يقول الحمد لله الحمد لله. لا ربيت جنبي يا يوم الغباية. يلا يوسف انا جايك يا يوسف. اشهد ان لا اله الا الله. اوكي انا من بالطريقة التقليدية. نعم. بيتسي. نعم يا عم. مو بيتسي يا اخوي، بيستي. انا عايز اقتله عشان بيتسي اصلا. فكت. اوشت. يلا الى اللقاء صديقي. باي. اسمع هذه المرة نبي نصير اصحاب شوية. اوكي. لا خلاص يا عيال. يا اخي يدي تخلص الخشب. كفو. لا كبار. جابني والله. نايس شيك ذا. في النهاية انتحر على ابو غلط. انا يوسف. الله يرحمك يا يوسف. مع السلامة حبيبي. الله ترى نار حراق خطير. انا لسه ما فتحت الصندوق. نار حراق خطير لنفسي يا خوي. طيب مين عايز يموت الاول؟ هيرو اتحداك جيب هيرو. انا قد جبتني خلاص يعني. اتحداك جيب هيرو. انت اعلنت الحرب. حرب؟ امزح يا رجال معك. ايش فكك؟ ما حد يمزح معك. افك انا بس الشيء ده. لا يا شيخ. افكك. واو كانت قريبه مره. لا الحرايق يا نوب. كل هذه قنابلي. لا والله بستي في النار يا شباب. الله يرحمك يوسف الصراحة. لا يا اخي فنان يا اخي والله فنان. شوف يوسف قصته فوق. انا عندي يوسف بقى نقطة سودة في نص الشاشة. انا تو بتحرك. والله قاعد يخضها بستي. واضح انه يتجهز الحين راح يموت. هيرو فكت. لا يا اخي ما تستأثر الا على جهة واحدة. لا هو على يوسف. هي عليا بس. عليا اهم شيء. بس انا هرميها في الاتجاه ده. لا رميت بالنص انت. اوكي والله ام تراين كايس. واحد اثنين. لا يا واحد.
يا حبيبي اول ما ينفك هذا على طول هي ثواني. لا 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 انا مكتوب بس زين لايف شوف بيستي واضح انك انت عارف بس ترمي علي فلذلك بالله يا رجاء روقنا خليني لا 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 انا حاليا هدفي هي بصراحه ابدا بنار حراق خلينا نار حراق هو خطا على نفسه احنا اكثر ما احنا خطر عليه ف او شوف سيبه اوه لا يا اخي كفايه يا اخي يرحم والديك انا اقول القنبله هذه في النص قنبله حظ او شت الله يرحمني شباب لا لا ورا نايس احسن سوسايت يا رجل لا ما عاد في القلب جيتك لا ايوه ايوه فكرت لا تقيمونه مره العادي والله اني داري يا اخي لأن القلب الصندوق قلب علي ايوه فكت 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 الله يرحمني انا نايس برافو انا خلاص انا نويت ان انا ما ارحمش حد يعني واحتمال يكون بما في ذلك انا فهنشوف لا ترحم نفسك اربط قنبله بس بدري لا 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 السلام عليكم اوكي الله يرحمك يلا يلا سلام الله يرحم كبيره اصبر فجاه تمسكها لا اله الا الله لا اله الا الله انا عاجبني ان تركي كان الوحيد اللي بيعمل تراش توك في اول اليوم يعني يقول لك انا هقتلك وانا هذبحك وانا مش عارف ايه فعلا لغايه دلوقتي زيرو زيرو كيلز 8 ديث ما قلت هذا الكلام انا كان قصدي على نفسي ترى بس لا رميت قبلت خوفني انت رميت قبلت الاول ايوه 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 نار حرك مع السلامه لا يرحم امك لا قريبه مره قريبه اوكي يوسف ها سلامتك من الها يا رب حولنا ولا علينا يا رب حولنا مو حولنا لا اله الا الله ما يوسف سلام يوسف يوسف الله يرحمك يوسف ايوه يا حبيبي اوه انا ليه انها الحرب مين راح يذبح الثاني؟ لا 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 سلام تركي مع السلامة أنا الفايز أخيرا نايس لا لكن مش هتنحسب لك فوز لأن لا أوكي أوكي أصلا عادي لأن أنت ما قتلتش حد أمس إنه خلاص عرفت اللي فوز بيستي ستيد ألايف اكتب بيستي ستيد ألايف بيستي ستيد ألايف شلون؟ شلون؟ ليش يا أبوي؟ كيف؟ انا بدي فلوس للديفلوبرز كنت اقول لهم اي حد اتوقع تبغيني بس يلا ريستارت هيرو هيرو ريستارت افك اوكي خلاص اهم اسوي ريستارت لا لا لحظه خلينا نشوف بس اللي يحصل سويت باك فليب يا حبيبي